حد شقي ما اتقتل. عرفت اني ولا حاجة، لا انا ولا انت استحق العيش عزت. والاكل ده في حاجة؟ ايوه في سم. يا اختي هي مش هتبطل القنعرة اللي هي فيها دودو تطلع تتفرج معانا زي الناس على طول مراخيرها كده اهو كده اهو. لا تطلع ازاي يا حبيبتي الهانم اذا كان هي اصلا راحت تشتري التلفزيون عشان ما تقعدش تتفرج معانا؟ وبعدين يا حبيبتي دلوقتي الفرجة ما بتلزش غير بالاتش دي. صدقها هم بالشبشب على دماغتكم انتوا الاثنين وانت بالذات. يا بنتي يا واطيه، ده لولا الفلوس اللي صرفتها عليكي يوم المستشفى كان زماننا دلوقتي يا اختي بنعجن في القرص اللي هنفرقها على روحك اول يوم العيد. ما هو اكبر اعوذ بالله من لسانك. طيب يا اختي بس مش قوي كده يعني يا ماما، طلع فيها قوي. تطلع فيها زي ما هي عايزه بفلوسها يا اختي. سيبوني بقى اركز عشان المسلسل. الله فين الزبادي يا هاني؟ ده انا مأكدة عليك. وقف فين؟ ما مسلمش حد. كنت خايفة منك، خايفة منك. ايه الرخامة دي؟ ما انت مش شايفني بتفرج على التلفزيون؟ هتسجل. ايه؟ يعني ايه؟ ما هو اللي قلت لك عليه لبسني في حيطه. يعني ايه لبسك في حيطه؟ هو مش المفروض ان انتوا مظبطين مع بعض كل حاجه زي ما قلت لي؟ كان مفخخني، كان عايز ينتقم مني. ليه؟ هينتقم منك ليه؟ انت مش بتقول انه صاحب ابوك؟ في ايه بينك وبينه خليه ينتقم منك؟ ده انت ابن صاحبه. صاحب ابويا. هو مش صاحب ابوك ولا ايه؟ هو انت كنت بتضحك عليا؟ كان بيكرهه داليا. طلع كان بيكره ابويا. وكان مفهمني انه بيحبه. بس انا دلوقتي فهمت انه كان بيكرهه وكان عايز ينتقم منه فيا. عشان كده مضاني على كل الشيكات لوحدي. دلوقتي بقى بيقول لي منك للديانة. يعني هتتسجن تاني؟ هتتسجن تاني وتسيبني لوحدي؟ ليه يا هاني؟ ده انا اديتك كل حاجه وما كنتش عايزه حاجه من الدنيا دي كلها غير انك تبقى جنبي. تقوم تقولي دلوقتي انك هتتسجن تاني وتسيبني؟ مش عارف اعمل ايه. الشيكات موعدها قربت وانا مش عارف اعمل ايه. اعمل ايه؟ العرس ده منيل. الشيكات دي بكام؟ بكتير يا داليا بكتير. ايوه يعني فوق 400,000؟ حوالي 1.5 مليون او اكتر. اشمعنى يعني 400,000؟ اشمعنى 400,000 يا دانيا؟ اصل انا اشتريت شقه ب 400,000 من 3 شهور. 3 شهور؟ كان معاكي 400,000 جنيه من 3 شهور يا دانيا وحشتيهم عني؟ مش بتوعي والله ما بتوعي، دول بتوع ماما اديتهم لي بعد ما رجعنا من السخنه. وما قلتليش ليه يا داليا؟ ما قلتليش ليه؟ ده الفلوس دي كانت ممكن تحل كل الازمه. ما كنتش هضطر اعمل كل الهم اللي انا فيه دلوقتي ده. ما قلتليش ليه يا داليا؟ كنت عايز اشتري بيت ليا وليك بعد ما انت واخواتك صرفتوا لي فلوسي كلها وما نبنيش منهم غير كام شهر في شقه ايجار. كنت عايز اديلك الفلوس عشان ترميهم في المعرض ما يتحرق المعرض. يتحرق المعرض انا كنت عايز اشتري بيتي لمنى لو انت. ما هيولع المعرض وانا كمان هولع معايا يا دانيا. دول 10 شيكات كل شيك فيهم لوحده وسجني 3 سنين. دانيا دانيا استني يا دانيا. راحة فين؟ تعالي هنا. راحة في 60 ده هيتشلي مالكش دعوة. هتسيبيني يا داليا كده خلاص؟ هتسجن؟ أعمل لك إيه؟ أنا مفيش حاجة في إيدي أعملها لك. لا في إيدك يا حبيبتي، في إيدك والله. فلوس الأرض دي لازم تيجي، لو جت هتنجدني. أنا مش هتسجن. الشقة اللي أنت خدتيها دي هتعيشي فيها لوحدك يا داليا. دول مش كام شهر هخش وأطلع لك، دول سنين يا داليا.
امك لازم تروح المحكمه ولازم تشهد باللي انتوا عايزينه. ونعمل ايه يعني عشان اخليها تشهد؟ اسحر لها؟ هاني روح اتسجن، انا مفيش في ايدي حاجه اعملها لك خلاص. لا مش هتسجن يا داليا، انا ههجم البلد. هتهجم تسيبني؟ حوشي اللي كانت مثبته فيا دلوقتي، ما انت اهو بتقولي لي روح اتسجن، يعني روح غرفه 60 داهيه. أغرف أي حتة إلا إن أتسجن، ولو أنت مش هتعرفي تساعديني أنا هساعد نفسي. أنا مش هتسجن تاني يا داليا، خلصت كده. ممكن أتكلم معاك شوية؟ عاوزة ايه؟ وبعدين يا عمر، قعدتك دي وحبستك هنا هي اللي هترجعها؟ انت كده بتموت في نفسك. اموت نفسي؟ وهو انا لما انزل كل يوم الف عليها في الشوارع وما الاقيهاش كده مش بموت نفسي؟ لما افضل عايش في الدنيا دي وتقع مش في حياتي كده مش بموت نفسي؟ أنا ما بقولش إنك تنزل تدور على تقى، الدنيا ما بتقفش، يلا نشتغل يا عمر، الشغل هو الحل الوحيد اللي يخرج البني آدم من الهم اللي هو فيه. اشتغل. تقى ما كانتش عاوزاني أشتغل معاكي، كانت خايفة منك، كانت متوقعة إن هيحصل ما بيني وما بينك حاجة. بس أنا كنت دايماً بقول لها مستحيل، إيه الهبل اللي أنت بتقوليه ده؟ بس هي كان معاها حق، ما كنتش أستاهل إنها تثق فيا. في النهاية أنا خنتها. بس يا عمر اللي حصل بينا ما كناش لنا ولا انت نقصده، انت كنت سكران عشان كنت خايف على طاقة، وانا كنت عايزة اعمل اي حاجة عشان اخرجك من اللي انت فيه. بتحصل يعني عادي؟ لا مش عادي، مش عادي، الخيانة مش عادي. انا في الاول ضيعتها ودلوقتي خنتها. انت جاي عايزة ايه؟ أنا مقدرة اللي أنت فيه، بس أنا عايزاك تنزل تشتغل عشانك وعشان ولادك، عشان تعرف تعوض ولادك عن كل حاجة، بدل ما تلاقي خلاص في الآخر باظت من كل حاجة. مالكيش دعوة بيا نهائي، خليكي في حالك وسيبيني في حالي، انسيني، انسيني خالص. الو. ايوه انا عمر. ايه؟ فين؟ في ايه يا عمر؟ في انهي حته بالظبط؟ يا عمر ايوه انهي مستشفى؟ جت لنا النهارده الصبح مخرجينها من النيل غرقانه، لحقناها على اخر لحظه. الواضح انها تعرضت لاعتداءات وانتهاكات كتير. بكره الصبح هنعرضها على دكتور امراض نفسيه وعصبيه. تقى تقى حبيبتي، عملوا فيكي ايه يا ماما؟ عملوا فيكي ايه يا حبيبتي؟ قوليلي احكيلي. تقى
يا حبيبتي. أنا عمر. عمر حبيبك. عمر قلبك. أنا آسف يا حبيبتي. أنا آسف إن أنا زعقتلك وزعلتك. آسف إني مديت إيدي عليكي. تنقطع إيدي اللي اتمدت عليكي يا حبيبتي. تنقطع إيدي. أنا ما كنتش عايش وأنتي مش موجودة. كنت حاسس إن أنا بموت والله. والله كنت حاسس إني بموت. تو أنتي بس خلاص. خلاص أنتي رجعتي بقى خلاص. وتديني سبب عشان أعيش من تاني. صح حبيبتي. بصي طمني. كل حاجة هتبقى كويسة. هنبقى كويسين. كل اللي نفسك فيه هيتعمل. كل حاجة لازم تمشي زي ما انت عايزة بالظبط. زي ما انت عايزة يا حبيبتي. بس ردي عليا. ردي عليا يا حبيبتي. ردي عليا والنبي. تقع. مفيش حد معانا. أنا وأنت بس. ردي عليا والنبي حبيبتي. Do it.